السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هقول لكم إزاي تعرض التاريخ الهجري على شاشة القفل في هواتف سامسونج، وطبعا الشرح دوت بينطبق على هواتف سامسونج اللي هي الجديدة، تمام، أو اللي هي إصدار أندرويد 11 أو 12. طيب كل اللي أنت هتعمله علشان تعرض التقويم الهجري على شاشة القفل في هواتف سامسونج، هتبدأ تضغط على الضبط بالشكل ده، وبعد ما تضغط على الضبط هتروح على شاشة القفل وهتبدأ تضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هلاقيه بيقول ان هو التقويم الهجري، وهلاقي الاختيار اللي هو موجود قصاد التقويم الهجري مش شغال. طيب كل اللي انت هتعمله علشان تعرض التاريخ الهجري او التقويم الهجري على شاشة القفل في هواتف سامسونج، هتبدأ تشغل الاختيار اللي هو موجود قصاد التقويم الهجري بالشكل ده كده، تمام. وبكده هيبقى انت شغلت التقويم الهجري على شاشة القفل في هواتف سامسونج وبدون استخدام برامج. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.